الاخيره، لان نشتغلوا على النقائص ديال الفريق، باش لاننا نحاولوا نطوروا المستوى البدني على مستوى التكتيكي خصوصا داخل رقعه الملعب. هذا الشيء كيجي الا بالعمل والمثابره. اليوم كانت كنظن مقابله محاوله كثيره لفريق الرجاء البيضاوي، هذه صراحه نشتغلوا كثير في الايام ان شاء الله باش المباريات المقبله نحاولوا على اننا نحصلوا على اكبر عدد من النقاط ان شاء الله، باش لان بقى عندنا مقابله مؤجله يوم الاربعاء من المغرب، غادي نحاولوا اننا نساريو الذهاب ان شاء الله بنقاط كثيره، باش نبداو مرحله الاياب بشكل جيد. المرحله الاياب لان مرحله الاياب غتكون شويه صعيبه بزاف على فريق الوداد البيضاوي.